قد يكون لدينا مشكلة، ولكن حتى الآن يجي الاستجواب الرئيسي بشكل لا نعترض عليه. القادري، هل هناك أجزاء من التقرير أو من الأدلة قد تعترضون على أن يطرح أسئلة تلقينية بشأنها؟ وإن كان الأمر كذلك، هل يمكن أن تشيروا لهذه الأجزاء بالتحديد في التقرير؟ ما هي الأجزاء المتنازع عليها في التقرير؟ لأننا إذا تلقنا التقرير كل سطر على حدة سوف يستغرق وقت طويلا. سيد أدواردز، سيدي أنا لن أعيد تلاوة التقرير كل سطر على حدة ولن أقوم بذلك بكل تأكيد. القديري، هل من أجزاء في هذا التقرير قد تعترضون عليها أو قد تعترضون على قيم الادعاء بطرح أسئلة تلقينية بشأنها؟ وإن كانت الإجابة نعم، ما هي هذه الأجزاء؟ القادر، إن لم يكن هناك اعتراضات، إذا أعطيك الضوء الأخضر سيد من لكي تستمر بطريقة طرح الأسئلة كما بدأت. سيد، شكرا حضرة القادر. يساعدنا أن نلقي نظرة على مستند آخر، وقد يساعد هذا المستند على إنعاش ذاكرة الشاهد. هل يمكن أن أعرض على الشاشة؟ المستند رقم 60650504 بموجب المادة 91، وهو عبارة عن مستند. يمكن أن نعرض الصفحة الثانية منه. As long as it's page 2, that can go out on the broadcast, Your Honor. فيمكن أن نبث الصفحة الثانية علناً لأنها عبارة عن صورة حضرة القادم. The actual page 5000. والصفحة 5000764. Is this part of the same exhibit, Mr. Milne? القادري، هل هو جزء من البينة نفسها سيد ميل؟ القادري، لا، إنها مختلفة. كنا نلقي نظرة سابقا على المستند 6503. ويصحح المتحدث 504 يقول. What I'm asking for here. السيد من؟ أطلب عرض المستند 6006504. كنا ننظر إلى المستند الذي ينتهي بالرقم 503. إذا هذا المستند أصبح البينة رقم 121، والمستند الذي ينتهي بالرقم 504 الصفحة الثانية تحديدا من هذا المستند بموجب المادة 91. This be a fresh exhibit. القادري، هل يمكن أن نعطيه رقم بينة جديد؟ السيد ميل، نعم حضرة القاضي. It should have 5000. الرقم المرجعي للأدلة هو 5000794. الموظف قلم المحكمة، المستند الذي تتحدث عنه لقد استلمناه، ولكنه لا يتضمن صور بل هو عبارة عن جدول. هل يمكن أن تتحقق من ذلك؟ Defense counsel, have you got the document? القادري، حضرة محامي الدفاع، هل هذا المستند بحوزتكم؟ السيد أدواردز، المستند إن كان عبارة عن جدول من صفحتين، نعم إنه بحوزتنا. السيد من، أعتذر، أعتقد أن هناك خطأ في رقم واحد وهذا يفسر هذا اللبس.
إذن المستند الذي ينتهي بالرقم 506 ويحمل الرقم المرجعي للأدلة 5007693. يعتذر المتحدث. القاضي، هل من اعتراض على استلام هذا الدليل؟ إن لم يكن هناك اعتراض، هل تطلب إعطاء هذا المستند رقم بينة جديد؟ السيد ميلن، هل يمكن أن يصبح هذا دليل البينة P122؟ القاضي ري، نعتذر، دليل رقم البينة P122. And maybe we could just get a closer shot. السيد ميلن، ربما يمكن تكبير الصورة على الأغراض المعروفة. Witness. You've told us that. You told us a few. حضرة شاهد، منذ دقائق أخبرتنا أنه في يوم السبت من 19 من شباط فبراير استلمتم أغراضا من فوج الهندسة تم انتشالها من قبل هؤلاء المهندسين وأعطيت لفريقكم. هل يمكن نرى هنا صورة لهذه الأغراض موضوعة على الأرض؟ نعم، هذه الأغراض. And I think a receipt was issued for those. السيد ميل، أعتقد أنه تم إصدار إيصال للإشارة إلى أنه تم استلام هذه الأغراض وأصبحت جزءاً من الأغراض التي بحوزتك، صحيح؟ نعم. For the benefit of the court and. سيد ميل، سوف أعود الآن إلى المستند الذي كنا ننظر إليه سابقاً وهو البينة P121 ونلقي نظرة إلى الصفحة الثالثة 5007662. Not for the screen, please. ونرجو ألا نعرض هذا المستند على الشاشة. Judge Coom has a question of clarification. القاضي للقاضي عكوم سؤال استيضاحي إما لك أو للشاهد سيد من. لا أعرف إذا كان الشاهد يستطيع أن يجيب على ذلك. تحت باب الرمز اكتب M1 M2 M3 وهكذا، ما هو المقصود بأم؟ هل هي ميتسوبيشي؟ هل تعني أنها قطعة نعم. ميتسوبيشي؟ نعم سيد. أم؟ نعم. أوكي. شكرا شكرا فقط هذا. Well, witness, you've told us the items were. السيد ميل، يقول لنا الشاهد أن الأغراض التي عرضت على معارض السيارات كمرسيدس والفولكس فاجن. حضرة الشاهد، هل يمكن أن تؤكد لنا ما يلي؟ هل استشهدتم معرض سيارات في بيروت يبيع سيارات الميتسوبيشي؟ نعم سيدي، بعد استلامنا القطع من فرج الهندسة للجيش اللبناني تبين لدى احدى هذه القطع شعار ميتسوبيشي موجوده في عندكم في الصوره. عندئذ قصدنا شركه الميتسوبيشي وعرضنا عليهم القطع للتعرف عليها. I don't need you to give us the name. سيد ميلن، لا أريد منك أن تعطيني اسم الشخص، ولكن هل عملت مع أحد المهندسين في قسم الصيانة في معرض سيارات الميتسوبيشي الذي عرضتم عليه سلسلة من الأغراض التي جمعتمها أنت وزملائك؟ ما في شركة الميتسوبيشي.
And as a result of what he told you, سؤال ونتيجة لما أخبرك هل قمتم بوضع جدول لهذه الأغراض التي تم التعرف عليها على أنها أغراض يمكن أن تكون عايدة لسيارات ميتسوبيشي؟ نعم سيد. For the benefit of your honor. سؤال إذا لكي لنشرح الأمر للغرفة وللزملاء أعتقد أننا رأينا نسخة عن ذلك ولكن ربما من الأفضل أن أعرض مجددا على شاشة جزء من تقرير آخر أطلب عرض الصفحة الأولى ويمكن عرضها علنا والمستند يحمل الرقم 606504 بموجب المادة 91 والرقم أو رقم الصفحة هو 00389833. أطلب أن ننظر على الصفحة الأولى. صفحة قلم المحكمة نحن وجدنا المستند ويمكننا عرضه ولكن الرقم الذي أعطيته 0038983 لا يمكننا أن نرى ذلك على الصفحة الأولى من المستند هل يمكن أن توضح هذا الأمر؟ Your Honor, as long as it has the reference number, not. Seidman, طالما أنه يحمل الرقم المرجعي 19205 ويحمل تاريخ 26 من شباط فبراير إذا هذا هو المستند نفسه أعتقد أن هناك نسخ عديدة والنسخة التي بحوزتي هي مستند من ملف القضية اللبناني ويحمل مرجع من هذا الملف ويمكنني أن أرى على الشاشة أننا نتحدث عن المستند نفسه وقال لي أن الرقم الآخر هو 500766 هل يمكن أن نعرض هذه الصفحة على الشاشة ويمكننا أن نعرض أيضا المستند باللغة العربية لكي يتعرف عليه الشاهد When Where the signature? Where can you? Can you see that? سيد من حضرات الشاهد هل يمكن أن ترى هذا المستند بداية القاضي ري حضرات الشاهد انتظر من فضلك فيما يتعلق بالنسخة العربية يجب أن أدرك أن هناك توقيع على المستند سيد من يجب أن يكون التوقيع على الصفحة الثانية وإن كان يبدو الصفحة الأولى هذه النسخة القادرة أردت فقط أن أنبهك أن هناك توقيع في أسفل الصفحة سيد من هل يمكن أن نعرض المستند من التوقيع شكرا Excuse me, could you please have a look? صفحة قلم المحكمة أعذرني أيمكنك أن تنظر إلى الوثيقة المعروضة على الشاشة لكي نتأكد إن كانت النسخة العربية صحيحة أم لا Page 1 does not yet have a signature on it. سيد من يبدو لي أن الصفحة الأولى لا تحمل توقيعا وفي حال كان ذلك صحيحا عندها يمكننا أن نعرضها على الشاشة
ألاحظ بأن القاضي بريدي يمكنها أن تعرف ذلك أفضل مني. تقول القاضي بريدي كلا من إذن لا مشكلة في ذلك، يمكننا أن نعرض هذه الصورة على الشاهد من فضلكم أو هذه الوثيقة. Can you see on the screen? أسيد من حضرة الشاهد، هل ترى على الشاشة الوثيقة التي عرضناها؟ ويجب أن ترى النسختين العربية والإنجليزية. نعم سيد. This appears to be. سؤال، ويبدو أن هذه قائمة بأغراض وضمن جدول مع أرقام رمزية لقطع سيارات مع تفاصيل موقع إيجادها، هل هذا صحيح؟ سيدي. And is this a table that you prepared together with your... سؤال، وهل هذا جدول أنت أعددته مع زملائك في ضوء المعلومات التي حصلتم عليها من قبل المهندس الذي قد فحص هذه الأغراض؟ نعم سيدي. Thank you. سيد ميلن، شكرا. حضرة القاضي، سوف أكمل وأعرف الساعة الآن، لا أعرف إن كنتم تودون أخذ استراحة الآن. القاضي برأيي الآن وقت مناسب لأخذ استراحة، إذ نرفع الجلسة لحوالي نصف ساعة. تفضل بالوقوف. أين هنا؟ وأظن بأن الرقم هو 1 2 3 بعد التصحيح. يقول سيد ملن القاضي، نعطي هذا الدليل رقم بين P1 2 3. And if we could. السيد ملن، وربما يمكننا أن نعرض الصورة مرة أخرى على الشاشة لكي يراها الشاهد. Witness, you can see the. سيد من حضرة الشاهد، يمكنك أن ترى اللائحة أمامك، ونلاحظ أن لكل غرض رمز يبدأ بحرف M باللغة الإنجليزية، وكما قلت للسيد القاضي عقوم، نحن نعني بذلك ميتسوبيشي، هل هذا صحيح؟ نعم سيدي. سؤال، ولتفادي أي شك، اسم القطعة الممنوع هل هو أمر تعرفه أنت أو زملاؤك، أم أنه معلومة جاءت من معرض الميتسوبيشي للسيارة؟ معرض الميتسوبيشي. And looking at the. سؤال، وإن نظرنا إلى مواقع إيجاد هذه القطع، نلاحظ أن هناك الأغراض M2 إلى M5 و M7 و M9. نلاحظ إذن موقعها هو في وسط الحفرة، هل هذا صحيح؟ هل تراها على الوثيقة؟ نعم. And finally, while we're on the chart,
M7. قالوا في نحن ننظر إلى هذا الجدول. هناك أيضا الغرض أو القطعة M17. هل هي قطعة كنا سبق ورأيناها أيضا من القطعة التي جمعها فوج الهندسة الجيش اللبناني؟ Thank you. You've told us. سيد من شكرا. أخبرتنا أن القطع التي عرضت على معرض السيارات تم التعرف عليها، ولكن هل جرى أيضا البحث عن قطع سيارات أخرى بعد تلك الفترة؟ القطعة التي رقم 17 والتي عصر من قبل عليها الفوج الهندسة في الجيش اللبناني والتي عليها رمز ميتسوبيشي أصبح القراء يركزون على قطع معارضة لميتسوبيشي في مكان الانفجار. Well, perhaps I can again. سيد من ربما يمكنني أن أود أن أطرح حضرة الشاهد عليك سؤال. انطلاقا من هذا المستند الذي نراه أمامنا هذا التقرير من هذه الصفحة بالذات، هل تم التركيز على منذ بدء التفتيش، هل تم التركيز على في قاع البحر أو في مسرح الجريمة على جميع القطع، التفتيش على جميع قطع سيارات أو على التركيز على قطع ميتسوبيشي؟ لا سيدتي، في الأساس لم نكن نعرف القطعة التي عصرنا عليها والتي هي في الحفرة، لم نكن نعرف أنه هذا لسيارة ميتسوبيشي، لكن عندما عصرنا لما استلمنا القطعة من الفوج الهندسة والتي عليها رمز ميتسوبيشي أخذنا جميع هذه القطع التي كانت معرضة لضغط الانفجار عرضناها على شركة ميتسوبيشي وتبين من خلال القطع الجديدة التي لديهم ومقارنة بها تبين هي عادة لسيارة ميتسوبيشي، ومن هنا أخذ المرحلة أن السيارة التي انفجرت هي سيارة ميتسوبيشي. هل تم تنظيم تقارير أخرى بالقطع المتبقية لغير سيارات؟ لأن في هذا التقرير يقتصر على قطع الميتسوبيشي، لقد قلت للتو بأن الرمز أم تابع للميتسوبيشي، هل تم جدولة؟ هناك سيدي، هناك بعض القطع لسيارات مرسيدس وغولف على ما أظن، هذا ما أتذكره حاليا. Witness 5. القاضي حضرة الشاهد 566، القاضي يعقوب يود أن يطرح عليك سؤالا، ولكن أود أن أطلب منك عندما يطرح السؤال باللغة العربية أطلب منك أن تتوقف حتى ينتهي السؤال قبل أن تقدم إجابتك، أطلب منك أن تتوقف لبضع ثوان لسماح للترجمة الفورية بإكمال الترجمة، فهناك أيضا تدوين لمحضر هذه المحاكمة، فالمقرر أيضا يجب أن يأخذ وقته لكتابة هذا النص. شكرا.
حضرة الشاهد، يتبين من التقرير أنكم عثرتم أيضا على إحدى قطع مرسيدس. لا أعرف إذا كانت هذه القطعة تعود لموكب الرئيس الحريري أم لسيارة أخرى. القطعة التي عاصر مرسيدس كانت عائدة لموكب الرئيس الحريري. هل كان موكب الرئيس الحريري يتضمن سيارات غير مصفحة أم أن جميع السيارات التي كان يستعملها الموكب هي سيارات مصفحة؟ لا أعرف سيدي. قطعة السيارة التي عثرتم عليها تعود لسيارة غير مصفحة، أليس كذلك؟ أذكر شيئا سيدي. هذا ما ورد في التقرير على ما أعتقد. هل يمكن إطلاع التقرير مجددا؟ نعم. نعم سيدي. اطلعت على تقرير سيدي. هل تستطيع أن تطلعنا عن هذا الموضوع، عن قطعة سيارة المرسيدس؟ نعم سيدي. ماذا ورد في التقرير؟ بتاريخ 16 من شهر شباط الساعة 8 من يوم الأربعاء، حضر إلى مكتبنا كل من السيدين من شركة قرغور وكلاء شركة بغدس، وتم التعرف من خلالهما على بعض القطع المعدنية الأجزاء الميكانيكية عائدة لسيارة المرسيدس والتي هي من نوع S500 وهي غير مصلحة. شكرا. في أي صفحة؟ ممكن تقول لنا في أي صفحة؟ 5007661. Can you remind us which exhibit? القادري سيد، من يمكنك أن تذكرنا عن أي بينة نتحدث كي يكون السجل دقيقا؟ السيد من نتحدث عن رقم البينة P121، وطبعا يمكن للقضاة أن ينظروا إلى أعلى هذه الصفحة وتحديدا البينة الافتتاحية منها. Another question from the bench to my القاضي. لدينا سؤال آخر من القاضي النصورسي. القاضي النصورسي، لدينا سؤال موجز. نعم، عن أجوبتك لأسئلة القاضي ريتي. تحدثنا عن سيارة جولف. أنت تتحدث هنا عن سيارة فولكسفاجن. هل يمكن اطلاع مجددا؟
نعم سيدي. Thank you. Dear Ms. Woolsey, shukran. For completeness, حضرة القاضي، وبما أننا سمعنا الوصف من الشاهد فيما يتعلق باجتماعه مع المهندس، ربما يمكننا أن نجعل التقرير المتعلق بهذا الموضوع بينا أمام هذه المحكمة، ويمكن إيجاد تقرير بهذا الشأن يحمل الرقم 006 60640. أكرر 60645 بموجب مادة 91. And the DERN begins at 5000. الأرقام المرعية للأدلة هي 5007711. There's no objection to that being received. قدري في غياب أي اعتراض نقبله كدليل. إذن لا اعتراض سيد ملن، نعطيه الرقم البينة 124. السيد ملن النم 124. القدري إذن نعطيه الرقم البينة 124. يمكنك أن تعطينا عنوان نقرأه أيضا لمحضر الإجراءات. السيد إنه تقرير متعلق بنتائج المقارنة للأجزاء الميكانيكية من السيارات التي وجدت في مكان الانفجار ومحيط الانفجار في عين المريسي في 14 من شباط فبراير، وقد أخذت إلى وكيل الميتسوبيشي في لبنان، وتحديدا الموقع هو في بيروت. القاضي نوسبورزي، يمكنك أن تعطينا تاريخ التقرير؟ السيد ميلن، التقرير كان بتاريخ 22 من شباط فبراير مع المرجع الداخلي 3-203. Provides slightly more detail than the chart that we previously had before. ويقدم هذا التقرير تفاصيل إضافية عن الجبل الذي كان معنا في البينة السابقة. Doesn't need to go on the screen. It's simply. عرضه على الشاشة إنه فقط لي كان يتأكد من أن المحكمة لديها كل المستندات. There's just a slight issue in the number of documents. القاضي، هناك مشكلة بسيطة بأرقام الوثائق الموجودة أمامنا. برنامج Legal Workflow لم يظهر لنا الرقم الكامل الذي تود استعماله مع هذا الوثيقة التي تود استعمالها مع هذا الشاهد، فنحن ينقصنا بعض الوثائق والتي يتم طبعها لجلبها إلينا نحن القاضي، ولكن يمكن أن تستمر. السيد ملن، أعتذر لذلك حضرة القاضي، لأن حسب ما فهمت كل الوثائق أصبحت ضمن مجموعة المستندات التي حصلتم عليها، ولكن ربما ليس لديكم نسخة مطبوعة أمامكم. لن أدخل في التفاصيل، هناك مسألة واحدة أود أن أوضحها مع الشاهد. أتود حضرة القاضي أن يكون لديك نسخة مطبوعة بداية. القاضي، نحن سوف نحصل على نسخة مطبوعة للمحكمة، وليست هذه المشكلة، سوف نحصل عليها، ولكن فيما يتعلق بالتخطيط المقبلي نحن بحاجة لنعرف ما هو عدد الوثائق التي تود أن تقدمها للمحكمة فيما يتعلق بهذا الشاهد. فالصعوبة الوحيدة التي نواجهها هي عندما يشار إلينا في برنامج Google Workflow إلى وثائق نرى بأنها أقل من الوثائق التي قدمتمها للمحكمة حتى الساعة. نحن نحاول
نحاول أن نتعامل مع هذا الموضوع إلكترونيا وأيضا بالطريقة العادية. يمكنك أن تعطينا رقما بالوثائق التي سوف تقدمها لكي يكون لدينا فرصة لنخطط للحصول عليها. السيد من حضرة القاضي، يمكنك أن تعطيني فقط لحظة لكي أعود إليك بعدها بوقت سريع. Well, can I inquire if the bench can see 50? سيد من حضرة القاضي، يمكننا أن أوضح إن كنتم يمكنكم أن تروا 54 وثيقة في مجموعة الوثائق التي حصلتم عليها. يجب أن يكون هناك 54 وثيقة، رغم أن بعضها هي ترجمة لبعض الوثائق في لغات أخرى. القادرين، نعم 54، شكرا. Not a problem. Let's roll on. تري لست مشكلة، يمكننا أن نستمر. Witness, can I ask you simply this? سيدنا، حضرة شاهد، سوف أطرح عليك سؤالا بسيطا. في خلال نقاشاتك مع المهندس من شركة الميتسوبيشي، هل تم ذكر سيارة ميتسوبيشي أخرى؟ تحدثنا عن الميتسوبيشي كانتر، ولكن هل تم ذكر سيارة ميتسوبيشي أخرى كمصدر محتمل لهذه القطع؟ بداية القطع التي تم الوصول ولي لا تم الوصول عليها والتي أدت إلى قادتنا إلى أن الانفجار حصل في سيارة عائدة لميتسوبيشي. كانت هذه القطع تركب على موتر ميتسوبيشي روزا. على أوتوبيس ميتسوبيشي روزا. ظننا الأول أن الانفجار بأتوبيس ميتسوبيشي، ولكن بعد القطع قضتنا إلى أن الانفجار إلى السيارة التي انفجرت هي من نوع بيكاب كانتر. بحسب المهندسين في الشركة المذكورة قالوا لنا ان بعض بعد ان ميتسوبيشي كانتر هو نفسه بعض القطع منه هي نفسها التي تركب على ميتسوبيشي روزا. وبالتالي ما وجدنا قطع اخرى ميتسوبيشي دلتنا على ان الانفجار هو حصل في ميتسوبيشي بيكاب ميتسوبيشي كانتر. Thank you. سيد ميلن، شكرا. Apart from finding بالإضافة إلى العثور، أبدأ مجددا، يقول سيد ميلن، بالإضافة إلى العثور على بعض القطع في الحفرة وفي المناطق المحيطة بها، هل أنكم في مرحلة ما لاحقة انتقلتم إلى مرحلة لاحقة من التحقيق تضمنت عمل الغطاسين، هل تذكر ذلك؟ عند حضرت لجنة التحقيق الدولية وقامت بمسح شامل للشاطئ مقابل مسبح سان جورج، عثروا بالتعاون مع وحدة الدفاع المدني، حصلوا على بعض القطع داخل في عمق بحر، وقد طلبت هذه القطع إلى النقيب رئيس مكتب الحوادث الأكل في بيروت. في ذلك الحين
وبدوره تم تسليمه بدون ايصال رسمي. Thank you. For the benefit of the court, السيد نطلع المحكمة وأيضا الشاهد نرغب في الاطلاع على ذلك. هناك تقرير بهذا الشأن تم إعداده وهذا التقرير متوفر لنا. أعذروني ولكنني سأعطيكم العنوان الكامل لهذا التقرير. وهو تقرير يحمل الرقم 06605010 بموجب المادة 91. والرقم المرجعي للأدلة هو 5000772. وهو تقرير مؤرخ ب 22 آذار مارس 2005. ويحمل الرقم المرجعي 25 شريطة 205. لا أطلب عرضه على الشاشة لأنه يضمن اسم الشاهد وأسماء أخرى. Could the number P125 إذن نعطيه رقم البينة P125. إذن القاضي تم قبول هذا التقرير ومنح رقم البينة P125. لكن قبل ذلك سيد ميل، أريد أعرف ما إذا كان هناك أي اعتراض من قبل فريق الدفاع على القبول بوثائق إطلعنا عليها الإدعاء. لا اعتراض، إذن تفضل سيد. شكرا حضرة القاضي. مجددا سأحاول أن أدعو زملائي إلى مقاطعتي في حال كان لديهم بعض اعتراضات على الأسئلة. إن عملية الغطس بدأت بتاريخ 12 آذار مارس 2005. Do you have your report in front of you? هل إن التقرير أمامك؟ In the report. في هذا التقرير وتحديدا في الصفحة الثانية تقول أنه ابتداء من تاريخ 12 آذار تم تكليف خبراء وهم نفس الخبراء الذين ذكرتهم، إذن توجهوا إلى محلة سانجور مقابل مسبح حجرم للتنسيق مع فريق القطاسين. هل هذا صحيح؟ نعم سيد. And on that day. وفي ذلك اليوم أي بتاريخ 12 آذار مارس وفي الأيام التالية 14، 15 و16 آذار مارس تم انتشال قطع من البحر من قبل القطاسين وتحديدا في المياه البحرية المجاورة بمنطقة سان جورج. Right. هل هذا صحيح؟ نعم. And again, I hope not taking سؤال.
بعد أن كنتم قد تواصلتم مع وكالة الميتسوبيشي فيما يتعلق بالقطع التي كنتم قد عثرتم عليها سابقا أو عثر عليها زملاؤك، هل كان هناك زيارات لاحقة إلى وكالة الميتسوبيشي لكي تعرضوا عليهم القطع الجديدة التي كنتم تجدون تباعا؟ القطع التي كنون التي الخبر المتجرد التي كان يلتقطون ويودون ويودون أعرف عليها كنا نأخذها إلى شركة ميتسوبيشي. And again, some. But... سؤال. هل تم التعرف إلى بعض هذه القطع وليس جميع هذه القطع لأنها عائدة لسيارة ميتسوبيشي؟ هل يمكن أن أطلع على التقرير مجدداً؟ Yes, it may assist if you look. السيد ميلنام، ربما يمكنك أن تطلع على الجزء ذات صلة من التقرير. سؤال ضمن البينة التي كنا نستعرضها منذ لحظات. أعتقد أنها لربما في الصفحة الرابعة بالنسخة العربية أمامك سيدي. نعم سيدي. Your original chart. سؤال. الجدول الذي كنا قد طلعنا عليه منذ لحظات يحمل الرموز من 8 من M1 حتى M21، ولكن هناك قطع وجدت لاحقا وبالتالي ازداد عدد القطع التي وجدت. نعم سيدي، القطع التي وجدت هي وجدت من قاع البحر. Now I'm going to ask the سؤال. أطلب عرض بعض الخرائط عليك. الخريطة الأولى وهي متشابهة بعض الاختلافات. الخريطة الأولى تحمل الرقم 606502 بموجب مادة 91. I don't know if that can be expanded, please, for the benefit of the. سيد ميلن، حبذا لو استطعنا تكبير الخارطة على الشاشة حتى يطلع عليها الشاهد. Can you see that? هل يمكنك أن ترى الخريطة؟ نعم سيدي. And please could that
سؤال أطلب إعطاء هذه الخريطة رقم البينة P126. القادري إذن منحت هذه الخريطة رقم البينة P126. It may help if we. السيد من؟ أطلب تغيير الصورة المحيطة بالدائرة والتي هي حفرة الانفجار. Witness, what we see. السيد من حضرة الشاهد، ما نراه الآن على الشاشة هو خريطة تبين مبنى سان جورج في أعلى المخطط، هل هذا صحيح؟ نعم سيدي. And we see. سؤال، ونرى أشكال مستطيلة وهي تشير إلى السيارات في موقعها بعد الانفجار، هل هذا صحيح؟ نعم سيدي. One has to look quite close. السيد ميل، إما قربنا الصورة لرأينا على الخريطة أحرف باللغة اللاتينية وأرقام، وحول الحفرة نرى الأحرف والأرقام التالية M2 M5 M7 M9، ما إلى ما تشير هذه الأحرف باللغة اللاتينية والأرقام؟ ترمز إلى قطاع الميتسوبيشي التي عثر عليها خبراء المتفجرات. And Your Honor, I have. سؤال السيد ميل، تم تذكيري بأنني أخطأت ربما لصغر الأحرف وبدل M3 كنت أقصد M2. حرت الشاهد، هل ذكرتنا بمن وضع هذه الرموز والأرقام M2 M5 M7 M9؟ خبراء المتفجرات سيدي. Is there any reason this can't be broadcast? القادري، هل من سبب لعدم بث هذه الخريطة؟ السيد ميلن، لا، ولكن أنا لا أعرف ما يرد بالكلمات العربية، وربما هناك توقيف في أسفل هذه الخريطة. القادري، حضرة الشاهد 566، هل نظرت إلى هذه الخريطة جيدا؟ هل هناك ما يشير إلى هويتك على هذه الخريطة؟ كلا سيدي. There's your answer. القادري، إليك الجواب، وربما يمكننا أن نبث هذه الخريطة على الجمهور. So a moment ago, witness, you confirmed that. السيد من، منذ لحظات أكدت حضرة الشاهد أن الأحرف M والأرقام التي تليها على هذه الخارطة إنما هي دونت على هذه الخارطة من قبل خبراء. نريد أن نوضح ذلك. Would it be the witness? السؤال، هل أن الخبير الذي وجد القطعة هو الذي كان يقول لكم عن الموقع الذي وجد فيه القطعة بحيث تقوم لاحقا بإضافة هذا الموقع على خريطة؟
نعم سيدي، الذي وضع القطاع الخبراء وهم الذين رسموا، هن الذين وضعوا الخطيط ودونوا كل شيء. Obviously, we will raise this with the individual expert. السيد ملن سنتطرق إلى ذلك مع الخبراء ولكي نستشير معهم ما الذي حصل، ولكن توضيحا للمحكمة ولمن يتابع الجلسات، إن الأحرف M والأرقام المرافقة لها لا تنحصر فقط بالمنطقة المحيطة بالحفرة ولكن في المباني المجاورة، وأطلب أن نعود إلى تصغير الصورة قليلا لكي نرى مزيدا أو جزءا أكبر من الخريطة. نرى في أسفل يسار الصورة أو الخريطة نرى ثلاث أشكال مستطيلة وهي على حد علمنا نفس المولدات الكهربائية التي رأيناها في الصور أمس. شكرا، يمكننا أن نرفع هذه الخريطة عن الشاشة الآن. هناك خريطة أخرى أدعوكم إلى استعراضها، وأريد أن أعطيها رقم P126 وأطلب أن نطلع على الوثيقة التي تحمل رقم 606422 بموجب المادة 91. وتحديدا الصفحة رقم 37 من هذه الوثيقة. Perhaps. وربما أن علينا أن نتوقع نفس الحذر، ولكن نطلب أن نعرض هذه الوثيقة على الشاهد لكي نسألهما إذا كان هناك ما تتضمنه قد يشير إلى هويته. إذا ستبقى الوثيقة سرية إلى أن يطلع عليها الشاهد ويقول إذا كان تتضمن معلومات تشير إلى هويته أو لا. يلا سك. Thank you. Then it may go on the public. السيد من شكرا، يمكن أن نبث الخريطة على علنا. حضرة القديس، سوف نعطي دليل رقم البينة P127. وهل يمكن أن أوضح مسألة للغرفة؟ لقد استعرضت الغرفة وقبل أن نقرب الصورة أن هذه الخارطة هي جزء من عرض وعليه شعار الأمم المتحدة في الأعلى، وعلى حد علمنا هذا كان جزء من عرض أحضره الخبراء السويسيين الذين كانوا يعملون في المكان في ذلك الوقت، أي في أوائل شهر أذار مارس من العام 2005. القادري، سيد من. Okay, this we received in. القادر سيدمن، سوف نستلم هذا الدليل على أنه البينة P127، وعلى حد علمنا هذا عبارة عن تقرير. هل يمكن أن تتلو على أو في محضر الجلسة طبيعة هذا المستند أو عنوانه؟ السيد ملن، هذا المستند هو جزء من عرض باوربوينت يتضمن عدد من الأدلة والبينات والصور التي التقطها فريق الخبراء السويسريين. لا أقترح اعتماد كل الصور والمستندات كبينة، ولكن أطلب عرض هذه الصفحة فقط وإعطائها رقم بينة على حدة، ورقم البينة هو P127. القادري، هذا كل ما أردت استيضاحه. إذا أنت تقدم هذه الصفحة فقط على أنها بينا وقد أصبح الأمر واضحا. شكرا. السيد ميل،
من الواضح أن هذه الخريطة اعتمد عليها فريق الخبراء السويسريين وأصبحت جزءاً من تحقيقهم. وكما استمعت الغرفة في شهر أذار مارس، كان فريق خبراء السويسريين يطلع بدور مع المحققين، وبالتالي كانت نتائج تحقيقاتهم مهمة وذات صلة. أخيراً أطلب عرض الوثيقة رقم 606781 بموجب المادة 91. أطلب عرضها على الشاشة. Again, Mr. القاضي مجايرة، أرجو الانتظار سيد ميل. أرجو من كل شخص أن يتحدث على حدة، وإلا سنواجه مشكلة في محضر الجلسة. هل ترغب بتقديم هذا المستند على أنه بين؟ وإن كانت الإجابة نعم، أرجو منك إعلام الغرفة وعامة الناس ما هو هذا المستند، ما يتضمنه. السيد ميل، هذا المستند عبارة عن خريطة، هناك اسم على صفحة ثانية ولكنه غير مهم على ما أعتقد. أطلب من الشاهد أن يؤكد أنه ما شيء على هذه الخريطة يؤدي إلى التعرف إلى هويته. أرجو من الشاهد أن يحدد ذلك أيضا. نعم سيدي. And Mr. Milne, you wish that to receive. سيد من، هل ترغب بإعطاء هذه الوثيقة رقم بينة؟ أرجو منك أن تشير إلينا ما هي هذه الخارطة، ما تمثله، ومن أين أتت، وعدد الصفحات. السيد من، الخارطة مؤلفة من صفحة واحدة، وأرجو أن تصبح البينة رقم P 128. قد يمكن للشاهد أن يشرح لنا أكثر عن هذه الخارطة، ولكني أعتقد أنها خارطة عامة لمسرح الجريمة، وهي مرمزة بحسب الألوان. والقاضي، انتظر لحظة سيدي، قصدت بأن تتوقف، ولكن أردت أن أوضح بداية في محضر الجلسة أننا سلمنا الدليل على أنه البينة P 128. تفضل سيدي. سيد من، شكرا حضرة القاضي. حضرة الشاهد، هل بإمكانك رؤية هذه البينة؟ نعم سيد. And can you tell us what سؤال، هل يمكن أن تقول لنا ما نستطيع مشاهدته في هذه الخريطة؟ سيد القاضي، حسب قراءتي بالعربية في زاوية الخريطة هناك قطعة عدة لسيارة متسوبيشي موجودة في الخريطة، إضافة إلى قطع لحمية لشخص واحد يعني، وقطع لحمية عائدة لضحايا الانفجار. أتصور أن هذه الخريطة كانت تنفع في هي لقطع لحمية عادة لأشخاص، غير بالإضافة إلى قطع متسوبيشي. So this is a combined map. سؤال، إذن هذه خارطة تجمع ليس فقط القطع الميكانيكية بل أيضا قطع حيوية تم انتشالها من الموقع. Can I take it that your department had no السيد من، هل على حد يعني القسم الذي تعمل فيه لم يكن له علاقة بجمع القطع الأشلاء البشرية أو القطع اللحمية؟ المتفجرات لا، ليس لديه أي علاقة بموضوع القطع البشرية. Can I take you next؟
سؤال، هل يمكن أن ننتقل الآن للأحداث التي جرت في شهر حزيران يونيو من العام 2005؟ القاضي رئيس ميلن. قبل الانتقال إلى مستند آخر، أود أن أعرف بما أنه لم يكن ليس ظاهر بالتأكيد تاريخ تنظيم هذه الخارطة. هل يمكن للشاهد أن يحدد تاريخ تنظيم هذه الخارطة؟ أعتقد أن هذه الخارطة ليست مكتبنا على ما أظن، ليست مكتب، ليست هذا مكتب متفجرات حينه، ليس من اختصاصنا وضع قطع حمية على خارطة في قطع بقايا متفجرات. وتبين أيضا أن هنالك قطع ميتسوبيشي، ليس فقط قطع لحمية. نعم سيدتي، بس نحن لم نشتغل في عمل الخبراء المتفجرات، ليس لديهم أي خبرة في مضى في مجال انه وضع لا اتذكر ايدتي في هذا الموضوع، لا اذكر شيئا. شكرا. اذا لا تستطيع ان تذكر، بس كنت اود ان اعرف منذ ايام الاولى من الانفجار او في شهر اذار مثلا، اي بعد تنظيم التقرير، اذا هذه الخريطه قد وضعت في الأيام الأولى لتحديد أمكنة القطع في مسرح الجريمة. سيدتي، فيما خص المتفجرات نحن نضع قطع السيارة التي وقع فيها الانفجار، ليس من اختصاصنا أن نضع قطع لحمية إضافة لموقع الانفجار، لأن هناك خارطة سابقة وعرضت علينا كمهورة بختم المكتب، أعتقد أنها وضعت أثناء وضع التقرير. لأنه توضيح أخير، لأنه يتبين من الخريطة أنه قد حدد نوع الميتسوبيشي وتاريخ 1996 وموديل، أي عند تنظيم هذه الخريطة كان موضوع الميتسوبيشي قد حدد، إذا كان غانتر أو رزع وموديل، أليس كذلك؟ نعم سيدتي. شكرا. Judge Akum has a question. القاضي ري، سؤال للقاضي عكوم. حضرة الشاهد، هل يتبين من القطع التي تم جمعها لسيارات الميتسوبيشي والتي وضعت لائحة كما يتبين من المستندات، هل يمكن من خلال هذه القطع تحديد رقم محرك سيارة الميتسوبيشي أو رقم هيكلها أو ما يشير إلى ماهيتها؟ بالنسبة للقطع الميتسوبيشي سيدي، تم تحديد نوعية السيارة وأن هي ميتسوبيشي شاحنة مقود يمين، هذا كل ما تعرفنا عليه بواسطة خبراء شركة الميتسوبيشي. شكرا. witness in June. السيد من حضرة الشاهد، في حزيران يونيو من العام 2005 هل اجتمعت بخبراء من لجنة التحقيق الدولية الذين كانوا يحققون في الانفجار؟ أعتقد أنكم اجتمعتم في ثكنة الحل، هل هذا صحيح؟ لا أتذكر سيدي. Perhaps you could
look at سيدمن ربما يمكننا أن نلقي نظرة على مستند رقمه 602954 بمرور المادة 91. And this has DERN. وهو يحمل رقم المرجعي 001482 وصولا إلى الرقم 001463. What is the name? القاضي ري. وما هي طبيعة هذا المستند السيد من؟ هو عبارة عن تقرير طويل ومفصل. Is at least part by this witness. وقد عد جزء منه هذا الشاهد. ويمكنني أن أطلب من المحكمة الإضلاع على صفحة محددة وأطلب اعتماد هذا الدليل على أنه بينة وأن نعطيه رقم التالي IP 129. ملاحظة المترجمين النص غير متوفر لهم. القاضي ري المستند يصبح البينة P129. سيد من لن نطلب عرض هذه الوثيقة في هذه المرحلة. الوثيقة موجودة أمام الشاهد. He should find that it contains. وسيلاحظ الشاهد أن المستند يتضمن تقرير قام هو بإعداده في تاريخ 8 حزيران يونيو من العام 2005 تحت رقم المرجع 6-302. And for the benefit of the court and for my learned friends. I am looking. You have the sir. سيدي هل المستند أمامك؟ نعم سيدي. هل أنت ذكرت سيدي؟ Thank you. I have opened. سيد من شكرا أنني أنظر إلى الصفحة 001482. ومجددا أمل أن لا نخوض في كثير من التفاصيل. هل طلب منك أن تذهب إلى سكنة الحلو في ذلك اليوم لأن هناك محققين دوليين موجودين هناك في ذلك الوقت؟ نعم سيدي. And سؤال. المحكمة تعرف أن هذه الثكنة هي الثكنة التي نقلت إليها سيارات الموكب والتي احتفظت فيها هناك. هل عرضت عليك قطع معدنية من قبل الأشخاص الذين كانوا موجودين هناك؟ إن قطع طارد عادة لخدمة المتفجرات سيدي.